تحية طيبة لكم مشاهدي قناة فرانس 24 حينما كنتم، أهلا بكم إلى نشرة الاقتصاد المسائية، وهذه أبرز عناوينها. شركة سفاكس إيرلاينز التونسية للطيران تبدأ أولى رحلاتها الدولية في 15 من شهر أبريل نيسان المقبل. وعشية تقديم حكومة رخوي لموازنة 2012 إضراب عام يشل حركة إسبانيا. ودول مجموعة بريكس تختتم أعمالها اليوم في نيودلهي، وأنباء عن تعزيز التبادل الاقتصادي مع إيران. مساء الخير. تبدأ شركة سفاكس إيرلاينز التونسية للطيران أولى رحلاتها الدولية نحو باريس وتركيا والمغرب في 15 من شهر أبريل نيسان المقبل. الشركة التي تتخذ من مطار صفاقس طينا الدولي مقرا لها تتكون من طائرتين أطلقت عليهما اسمي الكرامة والحرية. سفاكس إيرلاينز كان قد تم تدشينها رسميا في 16 من هذا الشهر بحضور الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي إلى جانب شخصيات تونسية وأجنبية والرئيس المدير العام للشركة محمد فريخة. ومعي الآن من تونس العاصمة السيد محمد فريخة، رئيس المدير العام لشركة سفاكس إيرلاينز التونسية للطيران. مساء الخير سيد فريخة. مساء الخير. بداية سيد فريخة، برأيك ما هي أهمية شركة سفاكس إيرلاينز بالنسبة للاقتصاد التونسي من جهة، وبالنسبة للتنمية الجهوية في ظل الاقتصاد التونسي الهش؟ والله كما تعرف في الوضع الحالي، معناها هي رسالة واضحة للمستثمرين الأجانب اللي احنا في تونس نجم نعطيو المثال ونجم نستثمر. وإنجاز مشروع ضخم كيما هكا شركة طيران في ظرف 9 أشهر للمدة العادية هي عامين، هي رسالة واضحة اللي تونس بلد يقع فيه الاستثمار جيد، وهي رسالة أيضا اللي احنا كتونسيين قادرين بالتعاون على النفس باش نعملوا باش نزلوا نرفعوا التحدي. بالنسبة للجهة كما تعرف جهة الساقس والجنوب بصفة عامة وقع تهميشه في النظام السابق، وشركة كشركة طيران مش مثل معناها همزة تواصل مع العالم الخارجي، ومش مكن جهة الساقس وجهات كما سيدي بوزيد وقفصة وقابس من التنمية ومن الوصول إلى الأسواق الخارجية. نعطيك مثال، اللي الساقس تمثل 30% من الناتج المحلي العام وما يقارب 20 مليار في مليار دينار في السنة، ومنذ 20 سنة وقع الاستثمار في التنمية في الساقس إلا ب 8 مليار دينار. يعني الجهة مهمشة، وهذا المشروع هذا أعطى الأمل، وهي رسالة واضحة معناها لأبناء الجهة وأبناء الجنوب والتونسيين بصفة عامة. نعم. للقدوم نحو الاستثمار. وإحنا معناها وقع التدشين من طرف الرئيس في 16 مارس، وسيقع ليلة بداية الرحلة يعني يوم 14 أفريل ليلا، معناها مشوقة عرض تكنولوجي معناها 3D بالليزر لأول مرة في إفريقيا وفي تونس، معناها على واجهة قصر بلدية ساقس. العرض مفتوح لكل أبناء الجهة وكل أبناء الجنوب والتونسيين بصفة عامة. نعم. للاحتفال بانطلاق الرحلات يوم 15 أبريل. نعم سيد محمد فريخة، ولكن ما هو الجديد الذي ستتميز به شركة سفاكس إيرلاينز للطيران مقارنة بالشركات شركات الطيران التونسية الموجودة حاليا؟ هو أول شيء معناه نحب نكونوا شركة نموذج من ناحية الخدمات، يعني مش نعطي خدمات للحريف اللي هو بالنسبة لنا الراكب سيكون ضيف بجودة الخدمات وأيضا بالبعد التكنولوجي لهذه الخدمات. وأيضا مش نحاول نكونوا من ناحية الأثمان، تكون أثمان معقولة لنتمكن التونسيين من الخروج للعالم، وأيضا للتونسيين المقيمين في الخارج مش مكنهم باش يرجعوا لبلادهم. نعم. في أكثر من مناسبة. نعم سيد محمد فريخة، من فضلك بعجالة، تحدث قبل قليل عن أول رحلة يوم 15 من نيسان المقبل والتدشين يوم 14، هل من تفاصيل أوفر حول هذا اليوم؟ يوم 14 أفريل يعني ليلا، مشوق عرض تكنولوجي 3D معناها بالليزر لأول مرة معناها في كما قلت في تونس وفي إفريقيا، معناها اللي على واجهة قصر بلدية ساقس، اللي يكون مش يكون عرض رائع جدا اللي يقع في أمريكا وفي دبي وفي بعض. نعم. المدن الأوروبية. وأنا ندعو كل الحاضرين معناها باش يتمتعوا بالعرض هذا، وهو يكون معناها أول. نعم. معناها انذار ولا مناسبة
لإطلاق السفر للغدوة نعم. يوم الخميس 15 أبريل. ونتمنى لك كل التوفيق في هذه المهمة. أشكرك جزيل الشكر سيد محمد فريخة، الرئيس المدير العام لشركة سيفاكس إيرلاينز للطيران.